لو سمحت انا عندي السكر. بس انا هطلب منك بقى يا مدام سناء توطي التلفزيون أنا خالص. وباخد انسولين. طيب ممكن نوطي التلفزيون يا مدام سناء عشان نسمعك اسرع؟ حاضر. شكرا. ماشي حاضر. حضرتك انا باخد انسولين ودلوقتي مش عارفه الصيام لما خايفه لا ادوخ او اهبط او السكر يرتفع معايا فمش عارفه اعمل ايه بالظبط. حاضر هجاوب حضرتك يا حبيبتي. حاضر. بشكرك يا مدام سناء. بشكرك جدا دكتور. هو سؤال بسيط من حد جميل عايز يصوم وهو بياخد ربنا بيحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. وتنظيم السكر ده محتاج نوع من الوعي اذا كنت انا مضطر اخد انسولين ولا في هذه المرحله. لو انا سكري منضبط ومشاكلي منضبطة فانا اثناء الصيام انا يعني مش هاخد غير احنا عندنا انواع من الانسولين كثيرة. في انسولين ممتد المفعول وفي انسولين سريع المفعول وفي انسولين متوسط المفعول. فحسب لو انا السكر منتظم ما عنديش مضاعفات ما عنديش مشاكل بهذا الامر فانا ممكن اخد جرعة الانسولين اللي هو ممتد المفعول فقط وما اخدش لا المتوسط ولا السريع الا مع الفطار او يعني وهاخد ده مع السحور على سبيل المثال عشان ينظم لي ما تم. لكن لو عندي مضاعفات وعندي مشاكل في العين وفي الكلى وفي خلافه فانا في الحاله دي هاخد هذه الرخصه بتاعت الافطار. يعني في هذه الحته طبعا.